نبدأ مع حضراتكم يعني أولى أخبارنا النهاردة، وخبر عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل امبارح في مطار العلمين الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والملك حمد بن عيسى ملك البحرين ومصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي، وده كان بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. وسيادة الرئيس رحب بضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، وأعرب عن التقدير والمودة اللي بتكنها مصر قيادة وشعب للأواصر التاريخية الوثيقة اللي بتجمعها بأشقائها من الدول العربية. وكمان امبارح تفقد سيادة الرئيس وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية. تعزيزا للتضامن العربي ودعما لوحدة الصف، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كلا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وفخامة السيد مصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وكل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وفخامة السيد مصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية. يمكن كل مبهرة الحقيقة، وإنه مدينة العلمين الجديدة مش بس أصبحت مدينة ترفيهية، لا كمان مدينة دبلوماسية دولية. صحيح. ودي نقطة غاية في الأهمية الحقيقة. كل أنظارنا امبارح وكل أنظار السوشيال ميديا اتجهت للعلمين، وناس كتير قالت نفسنا نروح، نفسنا كنا نكون هناك. المنظر كان أسطوري وحاجة عظيمة بصراحة، مش قصة بس إن العلمين هتبقى مدينة من مدن الجيل الرابع وهتبقى عاصمة صيفية تستقبل قادة وزعماء العالم في هذا التوقيت، لا، قصة كمان إن هي هتكون مدينة ذكية هتتعمل بشكل تقني، مش هتختلف خالص عن العاصمة الإدارية. قصة كبيرة للعالمين يا جماعة، تابعوها في الأيام القادمة، أعتقد إن هي هتكون العنوان الأبرز. خلينا نشوف امبارح برضو كان في مجموعة من الأخبار المهمة، كان منها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإضافة إلى شباب ملتقى لوجوس الثالث 2022. كمان كان في متابعة من رئيس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما. خلينا نشوف التقرير.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع قداسة البابا تواضروس الثاني وشباب ملتقى لوجوس الثالث 2022 بحضور سهى الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن المصريين بيعملوا معا كنسيج واحد، وأن مصر بتستوعب أبنائها بلا تمييز أو تحيز. وأعرب كمان عن ترحيبه بالشباب المشارك في الملتقى للتواصل مع وطنهم الأم، خاصة أن الملتقى بينعقد تحت شعار العودة للجذور. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وقال رئيس الوزراء أنه فيه اهتمام كبير ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، واللي بيستهدف نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية اللي بتساعد في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين. امبارح برضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استقبل وفد من الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. الزيارة دي بتأتي في إطار سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية اللي بتنظمها الأكاديمية بشكل دوري لدارسيها داخل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات والحد من المخاطر على كافة المستويات. نروح مع حضراتكم لأحداث حصلت امبارح في المحافظات. يمكن أبرز هذه الأخبار أنه كان في افتتاح لمعرض النيل للمبدعين في جامعة دمياط، كمان زيادة اعتمادات خطة العام المالي في أسوان بنسبة 33%، ونروح كمان في كفر الشيخ في إقامة لمنطقة لوجستية في مول كبير في كفر الشيخ، وفي كمان تسليم للمرحلة الأولى من المدفن الصحي في مركز بلبيس في الشرقية، وأخبار تانية كتير من المحافظات هنشوفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من جنوب سيناء اللي بيواصل فيها المحافظ اللواء خالد فودة لقاءاته مع سفراء الدول المختلفة للتنسيق لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ والوقوف على استعدادات المدينة لاستقبال وفود تلك الدول. وامبارح المحافظ التقى مع السفير صادق سيلا سفير سيراليون لدى القاهرة. في دمياط افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط معرض النيل للمبدعين اللي بتستضيفه الجامعة وبينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قصر ثقافة دمياط. المعرض بيجمع بين الفن التشكيلي والأشغال الخشبية والهاند ميد والإكسسوارات، ده غير التصوير الفوتوغرافي، وبيضم عدد كبير من اللوحات اللي بتمثل العديد من مدارس الفن التشكيلي. في أسوان أعلن المحافظ اللواء أشرف عطية إن الاعتمادات المالية لخطة التنمية المحلية للعام المالي الحالي 2022-2023 شهدت زيادة بنسبة 33%، وده بيعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الجهود المبذولة للارتقاء بحياة المواطن الأسواني بكافة قطاعات العمل العام. في سوهاج قال المحافظ اللواء طارق الفقي إن إجمالي عدد المدارس الجديدة اللي تم إنشائها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بلغ 214 مدرسة بتكلفة إجمالية أكتر من 1,148,000,000 جنيه. في الدقهلية عقد مجلس جامعة المنصورة أول اجتماع لمجلس جامعة حكومية في حرم الجامعة الأهلية المنبثقة منها برئاسة الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وأبدأ أعضاء المجلس سعادتهم باللقاء داخل حرم جامعة المنصورة الأهلية. في الإسكندرية استقبلت شواطئ ذوي الهمم 178 شخص من ضعاف البصر والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من محافظات الصعيد بالإضافة لذويهم ومرافقيهم. في الأليوبية تم إطلاق إشارة بدء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد. وفي كفر الشيخ أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه هيتم إقامة منطقة لوجستية تضم مول كبير على مساحة 11 فدان بمدينة كفر الشيخ أمام بوابة الجامعة الرئيسية. في الشرقية تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب أعمال التسليم المبدئي للمرحلة الأولى للمدفن الصحي بمركز بلبيس والمقام على مساحة 45 فدان بتكلفة 50,000,000 جنيه.